بصراحة خبرت حدا من مرضاك انه يتابع قناتك على اليوتيوب. تخيلوا يجي مريض لعندي وقال له تابعني، دير بالك ما تتابعني، تابعني تابعني. السلام عليكم مع عائلة فكر صحي، الاسم اللي اخترناه على الفيسبوك وعلى الانستغرام. مثل ما اتفقنا انه كل شهر رح يكون في رد على اسئلتكم وتعليقاتكم تحت الفيديوهات. بهالفترة صار في تعليقات واسئلة طبية كتيرة وصار لازم رد عليها. يلا نبدأ. لا بصراحة يا لميز، إذا سألني مريض وكنت أنا حاكي بقناتي بالموضوع اللي هو سألني عنه، فممكن أقول له إنه يفتح القناة ويشوف الموضوع اللي حاكي عنه بالتفصيل، وهيك بسهل إيصالي للمعلومة، لأني أكيد ما بدي أحكي له كل شيء بهالربع ساعة اللي بشوفه فيها المريض. بس قصة إنه أشوف المريض وأقول له تابعني، هي ما صارت أبدا. مثل ما عرفنا بفيديو معلومات عن الرجل، إن الرجل بيركز فكره بشغلة معينة، عنده رؤية أنبوبية. هيك وقت الدراسة دراسة، وقت الشغل شغل، وقت اليوتيوب يوتيوب. هيك حتى قناة اليوتيوب ما بتخطلي أبدا وقت بكون جوات شغلي. مرحبا دكتور يوسف، كم ياخد وقت لتروح علامات تمدد الجلد، وهل ليزر مفيد بهالحالة؟ علامات تمدد الجلد او الخطوط الورديه اللي بتشوفوها هي عباره عن اذيه بالجلد، يعني نسيج ندبي. الجلد بطبيعته مرن، يعني بيتكيف مع زياده الحجم، فاذا زاد الحجم بتمطط الجلد، واذا زال الحجم بيرجع الجلد لوضعه الطبيعي. بس ما بتكرر الشد والشد السريع بصوره كبيره بوقت قليل، هالشي بيسبب تمزق الالياف المرنه بطبقه القدم وبسبب ظهور هالخطوط اللي بتشوفيها، مثل مثلا عند الحوامل او عند الناس اللي بتكبر عضلاتها بصوره كبيره فتره قصيره، فبطلع عندهم تمددات او خطوط ورديه عند مكان العضلات. لهيك الخطوط او بالاحرى الندبات اذا كانت موجوده او اذا طلعت كتير صعب ازالتها، وخاصه اذا كانت موجوده من فتره طويله. الحل الافضل لازاله هالخطوط هو كريم الادابالين او الفيتامين ازوغي، حمض فيتامين ا. فيتامين ا بساعد على بناء الكولاجين، كولاجين مسؤول عن مرونه الجلد، وهالشي رح يحسن كتير الخطوط والندبات. بس لازم نحط كريم الادابالين باول 6 اسابيع بعد ظهور ندبات. بالنسبه للليزر ممكن نلجا له اذا فشل كريم الادابالين، وكمان مثله مثل الادابالين لازم يستخدمه الشخص باول 6 اسابيع بعد ظهور هي الندبات. كيف كانت اول مناوبه لك؟ قبل ما اروح على المناوبه درست كميه معلومات كثيره، فتحت عن الاسعاف وعن تشريح الجسم وعن الحالات الاسعافيه وعن كل شيء اسعافي ممكن واحد يطبقه بالاسعاف، فتحته وقريت عنه. بلش مناوبه بتوتر كثير كبير، كنت لحالي بقسم الاسعاف، كان في بس حوالي ممرضات، كان بيجي تليفون الاسعاف عم بستنى اي ممرضه تتصل علي تقول لي في حاله جديده. راح بهذاك اليوم كنت عباره عن راس عم يتحرك فيه معلومات، بس عمليا ما كان في عندي اي خبره نهائيا. كنت الشغله الوحيده اللي بحسن بعمله انه اروح على المريض واسحب منه دم، وما في كم دقيقه ممرضه بتتصل فيني وبتقول لي انه في مريضه بالطابق الخامس بالقسم اللي انا موجود فيه عم بتطالع او عم تنزف من تمها. انا هون هي قاطع الشيء فتر راسي، وفكرت بالنصف الهضم العلوي وركضت عند المريض على الغرفة. باللحظة اللي شفت فيها المريض نسيت أي معلومة كانت موجودة براسي وقت كنت تحت بالإسعاف، وفرحان قوي. فهون الممرضة طلعت علي وشافتني إنه أنا فات بالحيط، وقالت لي شو رأيك ركب له أنبوب أنفي معدي. أنا هون بلشت افكر اسوي الموضوع انه هذا لازم نركب له انبوب لحتى ما يدخل دم على الرئتين واختنن. فانا هون كنت متعلم هالشي بكورس عملته عن الاسعافات الاوليه، فرحنا جبنا الانبوب ودخلناه والحمد لله عاشت المريضه، وبعدين عملنا التحاليل، بعدين حكيت له هالشي للشيف. بس بشكل عام كانت المناوبه كتير صعبه، يعني كتير صعب التوتر اللي بتعيشوه، اول توتر باي مكان بتدخلوا عليه بالمشفى او حتى باول شغل لكم او حتى بأول شيء بتعملوه أو حتى أول مرة بتعملوا فيها مؤتمر، ضغط مو طبيعي. بس بعد فترة بتعرفوا إنه هي الأخطاء اللي عم تعملوها هي شغلات عم تتعلموا منها لحتى تحسنوا حالكم. ما هنو دكتور يوسف، عندي سؤال بتمنى تجاوبني. أنا بستخدم عيدان الأذن القطنية كل يوم من فترة كبيرة وبنظف أذني، مع ذلك عندي دائما التهاب بالأذن، إيش الحل؟ أنت يا ما سألتي حالك وجاوبتي حالك بنفس الوقت. هدول عيدان او العيدان الاذن القطنيه اللي عم تستخدميهم هن سبب مشكلتك. لا تستخدموا العيدان لتنظيف الاذن، اول شيء حجمهم كبير، وانتم بدل ما طلعوا الشمع من الاذن فانتم عم تدخلوه لجوا ولجوا بقناه الاذن، وهالشيء بسبب انه الشمع يتجمع بقناه الاذن وتشكل كتله وحتى ينقص السمع. العيدان كمان بتسبب تمزقات مجهريه بقناه الاذن. على سطح الجلد في جراثيم اسمها العنقوديات الذهبيه، هاي الجراثيم موجوده على سطح الجلد وما بتسبب اي تاثير، موجوده بشكل طبيعي.
بس لما بصير في جروح مجهرية بسبب شيء نحن عملناه، هالشي بخلي الجراثيم تدخل الطبقات الداخلية من الجلد وتسبب هالالتهاب اللي عم بصير معكم. أهم شيء لازم تعرفوه إنه الإذن مصممة أو مخلوقة من رب العالمين إن تنظف حالة بحالة. كل مرة أنت بتمضغ فيها في شعيرات دقيقة بقناة الأذن، عضلات الفك بتحرك هاي الشعيرات وبتخليها تشيل شمع الأذن داخل للخارج. لهيك بعده عن عيدان الأذن القطنية، إذا بدكم تنظفوا أذنيكم فجيبوا أي قطعة قماش مبللة ومشوعة من برا، يعني من برا بس مسحوا الطرف الخارجي من الإذن، بس ما تدخلوا أبدا قطعة القماش لجوا الإذن الداخلية، يعني مجرى السمع لا تطفوه، هو رح ينضف تلقائيا منه من حاله. مرحبا دكتور، السؤال: لو ما كنت طبيب شو ممكن كنت تكون أو شو هي هواياتك غير كونك طبيب؟ ويعطيك ألف عافية. مع أنه أنا أبوي طبيب أطفال، بس من أنا مدرسة كان عندي شغف بمهنتين، مهنة الطب اللي أنا هلا فيها، ومهنة تانية هي مهنة التسويق. يعني الشيء اللي أنا بحبه، الشيء اللي أنا بعمله غير الطب، هو إنه أنا أكون دائماً لابس فورمال رسمي وأروح لشركة أعمل تسويق لمنتج معين، يعني أحبب العالم بالمنتج، أعطيهم ميزاته والشغلات المنيحة فيه وليش هالمنتج أحسن من غيره. هون بألمانيا بيقولوا له هذا الشيء زيش كود فيركوفن، يعني لازم واحد يعرف يعمل برزنتيشن، يعني عرض للمنتج اللي هو بدي بيعه. كمان الفكرة اللي كانت ببالي عن هذا مندوب انه لازم يعطي افكار جديدة لحتى يحسن المنتج ويعمل برزنتيشن بصورة كتير حلوة وهيك شيء. خلونا على الطب احسن. دكتور، شو علاج حبة التالول؟ مع العلم روحت عن طبيب جلد وعملت لي مثل كوي بالازوت بس رجع وبكثرة. بالتوفيق. الكوي بالازوت او الافضل انه نسميه الكوي بالنيتروجين السائل، هو عبارة عن سائل مجمد لدرجة كبيرة، بمعظم الحالات بكون ناقص 110. اذا صاروا شفتوا التوالين عند اي حدا بتشوفوا انه فيها نقط صود، هدول النقط هن عبارة عن اوعية دموية اللي بتروي هالتالولة. لهيك الشيء اللي بيعمله النيتروجين السائل هو انه بقبض الاوعية الدموية اللي بتزود التواليل بالدم، لهيك بتموت التالولة. هلا في شغلتين مهمات لازم تعرفيها عن التالول، انه هي اول شيء معدية، يعني السبب فيروس اللي هيك بتعدي. تاني انه هي تحتاج 2 لـ3 سنين وبعدين بتروح لحالة بدون حتى اي علاج. بس لو نستخدم علاج بالازوت السائل او نستخدم اي علاجات تانية، هذا الشيء بيسرع عملية الشفاء. اذا كانت تلولة صغيرة وعالجناها بالازوت السائل ممكن تروح بعد 3 لـ4 ايام، اما اذا كانت كبيرة فراح نحتاج 4 جلسات بين كل جلسة وجلسة 3 اسابيع. اما بالنسبة لعلاج المنزلي اللي فيكم انتم لحالكم تطبقوه، هو عبارة عن مثلا فيغومال او فيغوكوتان، مركب سائل فيه حمض الساليسيليك، وكتير ضروري انه واحد يحطه مرتين باليوم لمدة 3 شهور وبعدين التالولة اكيد رح تروح. قاعدة مهمة كتير لازم تعرفيها عن التالول، اذا التالولة زعجتك كتير مهم انك تخصصي لك كل يوم من وقتك كم دقيقة الصبح والمساء لحتى تعالجيها، وتأكد انه بعد فترة 2 لـ3 شهور رح تروح. هل صحيح انه شرب الماء مفيد لانقاص الوزن؟ قبل ما اجاوب على هالسؤال يا مضر، انا بدي اسألك، انت وين سمعت هالشي؟ يعني سمعت حدا قاله او قريت دراسة، او سمعت حدا قال لك انه قرأ دراسة، او ما بعرف مني سمعت انه شرب الوزن او شرب الماء بيسبب نقص الوزن؟ رجاء لا تطبقوا اي شيء ولا تغيروا حياتكم وتستندوا على نظريات ما لها اساس علمي. الناس وقت بتسأل ليش شرب الماء ممكن يسبب نقص وزن، هن بيستندوا على 3 نظريات. النظرية الاولى انه الماء بيحل الدهن، يعني الدهن من اسمه دهن ما بينحل غير بالدهون، والماء ما في ماء بالعالم بيحل الدهن. انا رح اعطيكم مثال، انتو جيبوا لحمة او جيبوا لحمة مع دهن وحطوا فوقها مي، او حطوها مع مي وحطوها بعلبة وخضوها مع بعض وتركوهم كم يوم، بعدين بعتولي الصورة فرجوني اذا داب الدهن. الماء لا يحل الدهن. النظرية الثانية انه شرب الماء كتير بيزيد حرق الحويرات، هذا الحكي صح، في دراسة واحدة عملت بينت انه شرب الماء ممكن يساعد على حرق بعض الحويرات عند الشباب. لازم تعرف انه اذا انت غايتك من شرب المي انه انت تحرق دهون وينقص وزنك ويروح كرشك، فانت عم بتضيع وقتك كله. اكتر شيء بخليك انه انت تنقص دهون هو انك تنقص هرمون الانسولين. هرمون الانسولين هو اقوى هرمون بالجسم من هرمونات اللي بتثبط حرق الدهون، فانت لازم تنقص انسولين لحتى تحرق الدهون. ولا تصدقوا اي حدا ابدا قالكم انه هو صار يشرب 8 لـ9 كاسات باليوم وطلع هيك،
راح كرشه. ثالث نظرية بقولوها انه شرب المي قبل الوجبات بقلل الجوع. انا رح احط لكم رابط الدراسة اللي انعملت واللي حكت عن هالموضوع بالذات. دراسة بينت انه هذا الشيء اثبت فعاليته فقط عن كبار السن، اما عن الشباب فشرب المي قبل الوجبات تأثيره صفر بتقليل الجوع. كثير عالم بقولوا انه انت اذا جوعان فشرب مي لحتى تخدع مخك انه انت بطنك ممتلية وهذا الشيء رح يخليك تصير شبعان. يعني هذا الشيء صح يمكن لدقيقة دقيقتين بعدين تروح الحمام بعدين ترجع بتجوع. افضل طريقة لانك تقلل شهيتك وتقلل احساسك بالجوع هي انك تخلي جسمك يتكيف مع حرق الدهون. اذا خليت جسمك يتكيف مع حرق الدهون انت كمان راح تخلي جوعك يقل ويروح. وافضل طريقة لتقليل الجوع هي انك تقلل هرمون الانسولين. انا حكيت بفيديو سابق عن افضل طريقة لحرق الدهون من دون ريجيم، وكانت مبنية على انك تنقص هرمون الانسولين. فالحل هو هرمون الانسولين، بحرض الجوع وهرمون الانسولين اذا ارتفع بقلل سكر الدم، وتقليل سكر الدم لحاله بخليك تجوع. لهيك مهمتنا إننا ننقص هرمون الإنسولين بأنه نحسن جودة الأكل، ما نأكل كتير أكلات فيها كربوهيدرات. طريقة تانية إنك تقلل عدد وجبات اللي أنت عم تأكلها باليوم، إن كل مرة بتأكل فيها رح يرتفع هرمون الإنسولين. ما تفهموا معنى كلامي إنه أنا ضد شرب المي أبداً. أنا حكيت بفيديو سابق عن أهمية المي بزيادة المناعة وكيف المي بترطب الأغشية المخاطية وبتمنع دخول الميكروبات لداخل الجسم. بس إذا كنت عطشان شرب مي، إذا ما كنت عطشان لا تشرب مي. يعني أنت فكرة إنه أنت كل يوم تروح تشرب 8 كاسات مي وحيطت في بالك إنه أنت يدوب الشحم وتحرق الدهون، هذا الشيء لازم تنسوه أبدا. لكن إذا كنت عطشان شرب مي، إذا تمرنت شرب مي. الشيء الوحيد اللي بنصحك تشرب فيه مي إذا ما عملت هالشغلتين هي وقت بتكون على ريجيم، على نظام دايت معين، وأنت اشتهيت على أكل معين أو اشتهيت تاكل شيء حلو. فلما بتشرب مي هذا الشيء ممكن يقلل شهيتك لأكل الحلو، بس هو ما رح يقلل جوعك. تمام؟ كيف نعتني البشرة في فصل الشتاء؟ كتير بيجيني مرضى وخاصة بالشتاء بيعانوا من نفس المشكلة، وخاصة إذا كانوا عندهم بالأصل مرض وراثي اسمه التهاب الجلد العصبي، فهالشي بيعظم المشكلة. الهواء والمي والمطر والبرد هدول الشغلات بيسببوا جفاف الجلد بالشتاء، وخاصة لأصحاب البشرة الجافة أو الأشخاص اللي دايما عندهم مشاكل مع البشرة. كتير مهم الترطيب اليومي بعد كل تماس مع هواء أو مطر، لازم يكون كريم الترطيب معكم. المي بتعمل شيء اسمه انفيتونج، يعني بتشيل الدهون والفيتزويغ والليبيد الليبيدات الموجودة على سطح البشرة وبتخلي البشرة جافة. بشرة الجلد فيها دهون وزيوت طبيعية، وهدول العوامل الخارجية اللي بتجينا من برا كلها بتخلي تنزال هي الطبقة أو الشوتس فيلم أو طبقة الحماية الموجودة على الجلد. لذلك بعد كل حمام، بعد كل تماس المي، بعد كل تعقيم للإيدين لازم يترطب بشرة الجلد. كريمات ترطيب اللي فيكم تستعملوها مثلا الفازلين أو أي كريم ترطيب فيه نسبة عالية من الدهون فيكم تستخدموه أقل شيء مرتين باليوم. ما شاء الله عليك دكتور وربي يوفقك إن شاء الله. شكرا كتير لك زهرة. تحياتي لك من تونس، بحبكم برشا والله شعب تونس. دكتور عندي سؤال بتمنى أن ترد علي. أنا أعاني من حساسية بإيدي من مواد تنظيف خاصة الجافال، بعد ما استعمله بيظهر لي حبوب صغيرة وبتنتفخ وبتصير بتحك كتير، يا ترى ما هي الأسباب؟ كل الأعراض اللي أنت ذكرتيها إلهم سبب واحد بس، هو التهاب الجلد التماسي. التهاب الجلد التماسي التهيجي هو الأشع، وبصير عند النساء اللي بيستخدموا مواد تنظيف أو اللي بيستخدموا صابون أو صبغات الشعر أو حتى اللعاب، لأنه قلويت عالي ممكن يسبب كمان التهاب الجلد تماس. يمكن تسأليني أنه أنا بستخدم هالمادة من فترة طويلة وهلأ صار يصير معي هالشي، هذا الشي كتير طبيعي. في المادة المحسسة إذا كانت بكميات قليلة ممكن الشخص أول فترة ما يستجيب عليها، يعني ما تتخرج بشرة الجلد عنده، بس فترة طويلة ممكن يصير هالشي. لهيك بنصحك غيري مسحوق مادة الجافال اللي انت بتستخدميها وغيريها بأي شيء تاني من غير ماركة، يمكن كل مواد اللي موجودة فيها بتخرج لك جلدك بطريقة كبيرة، أو فينك مثلا تلبس كفوف خاصة بالغسيل. وأنا دايما بنصح أنه يكون الكفوف ما فيها مطاط، لأن في كتير عالم عندها حساسية كمان للمطاط. أو فينك تحت كفوف المطاط تلبسي كفوف قطن، كفوف قطن بعدين كفوف المطاط بعدين تبلشي تنظيف. بالعادة هالمرض إذا عملتها هالشي بخف الأعراض بعد فترة 3-4 أسابيع، بس إذا بدنا نسرع نحن العملية نخفف الالتهاب بنعطي مرام كورتيزون، وإذا كان الالتهاب كتير قوي وصار فيه
كمان سوبر انفكشن او جراثيم، فممكن نعطي صدات حيويه. هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا وتركزوا المعلومات عندكم 100%. بالنسبه للاشخاص يلي لسه حطوا تعليقات ولسه ما جاوبت، انا مثل ما اتفقنا كل شهر رح اعمل حلقه اجاوب فيها على تعليقاتكم، لهيك ما توقفوا لحتى اجاوب على سؤالكم. روحوا على التعليقات واكتبوا اسئلتكم واستفساراتكم عن اي شيء بدكم انا اجاوب عليه. خلوكم سعيدين وصحيين، والسلام عليكم.